رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد الرحمن بن عبد الله بن سند طلع موجه كلامه للشعب السعودي وقال لهم لا يجوز نصيحة الحاكم في العلن. النصيحة لها شروط، أولا أن تكون بينك وبين النصوح. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينصح لولي الأمر فلينصح له مباشرة إن كان يستطيع ذلك. ولا يجوز له أن ينصح علانية ويظهر عيب ومثالب الإمام، لأن ذلك مفسدته أكبر من مصلحته. مفسدته إغار صدور الناس على أئمتهم، وهذا شر وبلاء يدعو إلى الفوضى واختلاف الكلمة وتفريق الصف وتسلط الأعداء. مقام السلطان والإمام لابد أن يحفظ، لأن به حفظ بيضة الدين، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة. ليش يا جماعة دي النماذج اللي فضلت برا الحبس، يعني اللي ممكن يقولوا لنا تحيات حقيقية أو تعليقات حقيقية جوه؟ مش عايز أصادر أو يعني أوجه كلام السيد حمزة، لكن يعني أول ما بيقول الكلام ده تنامى لذهني على طول قصة سيدنا عمر لما طلع. كان سيدنا عمر بن الخطاب طويل، فوقف كانت وزعت حاجات، فوقف واحد من العامة العامة قال له يا عمر هو انت واخد توبين ومسلمنا كل واحد توب؟ انت ازاي عملت التوب بالشكل ده في وسط الناس كلها؟ فسيدنا عمر قال له انا استلفت حتة القماش اللي كانت معمولة لعبد الله ابني فانا عملت بيها التوب. يعني كانت علن العلن. يعني هيا كيف استقبلت هذا التصريح؟ والله انا مع هذا التصريح بس بشرط، يعني أنا ممكن ان اطلب من فضيلة الامام أن يأخذ لي موعد مع ولي الأمر في حال كنت أريد أن أنصح ولي الأمر. يعني هل سأستطيع أن أجتمع بولي الأمر؟ يعني ما هذا الكلام غير المنطقي سيد الكريم؟ ما هذا الكلام؟ يعني لا عقل ولا منطق يقبل بهذا يعني بهذا الكلام. أين حرية الإعلام؟ لماذا لدينا صحف وإعلام وقنوات تلفزيونية ولدينا يعني كل هذه الأمور؟ فلنغلق كل المؤسسات الإعلامية ونجتمع كل يوم مع ولي الأمر، يعني ونأخذ من وقت ولي الأمر فهو يعني مهتم بأمور. هو اهتم برضو زي ما انت قلت وسائل التواصل، وهو حذر تماما من النصيحة في العلن أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه النصيحة لا تكون عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وربما يقول أنا أردت الخير، ليس هذا خاصة عند المحن والفتن وتسلط الأعداء وظهور الأزمات. كن لسان صدق، كن مع ولي أمرك، لا ليس مجالا لإظهار العيوب وأنك أردت بذلك النصح، فأنا يجب علينا أن نفعل كذا والدولة فعلت كذا وكان ينبغي. ليس هذا إلا إرادة فت عضد الأمة والدولة والناس، ونحن بحاجة إلى وحدة الصف، اختلاف الكلمة، وأن نربط الناس بالمنهج القويم في النصيحة، وهو النصح على وفق المنهج النبوي، وهو أن تكون النصيحة بينك وبين ولي الأمر سرا. سيد حمزة سرا يعني اجتماع خلوة بين، يعني يقصد أن تكون وسائل الإعلام وهذه مواقع التواصل الاجتماعي فقط يعني لي ذكر محاسن ولي الأمر. نحن الحمد لله في تركيا أنا أستطيع أن أكتب بكل بساطة وأنتقد أردوغان في الوقت الذي أريده، ولكن أنا لا أنتقد أردوغان كي لا يقول، أنا شخصيا لا أنتقد أردوغان لأنني مقتنع بما يفعل أردوغان، ويوم أن لا أعود مقتنع بكل حرية أنا أستطيع أن أنتقد العربية أردوغان. هترد عليك أنا بسميها العبرية. أيوة. لكن طبعا العربية هترد عليك وتقول لك إزاي هي مش تركيا أكتر دولة في العالم فيها قمع للصحفيين وعدد صحفيين محبوسين، هيردوا عليك ويقولوا لك كده. قبل أن نأتي إلى هنا سيد الكريم كنا في نقاش على إحدى القنوات مع مساعد صحيفة عقاظ، وحضرتك في البرنامج دائما تنشر يعني بعض عقاظ الأمور بصراحة متطرفة بشكل كبير. فكنت معه و جايبينكم يعني نعم فرنسا 24 فرنسا 24. فكان النقاش حول إحدى هذه النقاط، يعني فهو ينتقل
ينتقد الإعلام التركي ويقول أنه إعلام غير حر و... فأنا استغربت أن فكان ردي مجرد أن أنظر من ينتقد فقط. يعني لو كان الانتقاد مثلا من فرنسا من بريطانيا من كنت في مكان ما أناقش يعني، ولكن منظر من ينتقد الإعلام التركي وينتقد أن الرئيس أردوغان يعني أتى بديكتاتورية قال إلى الحكم. دولة تشهد كل 5 سنوات انتخابات في تركيا، ويعني بعض الدول الأخرى أصلا منذ 1500 سنة قلت له يعني لم تشهد انتخابات. في تركيا سيدي الكريم كل شروق شمس العشرات من الصحف التركية تخرج وتشتم أردوغان وتخالف الحكومة التركية، وأغلب الصحف من حيث العدد هي معارضة في تركيا أصلا، ليست مع الحكومة التركية. الذين هم في السجون هؤلاء بين قوسين الكثير منهم ليسوا بصحفيين، بأحكام قضائية ثبت عليهم التعامل مع تنظيمات إرهابية بحجة أنهم صحفيين، دخلوا إلى شمال سوريا ودعموا وأتوا بدعم مادي ومالي من بعض الدول الغربية إلى هذه التنظيمات الإرهابية، ليسوا بحكم أنهم إعلاميين على الإطلاق. طيب أعتقد أن كلنا مش بس أنا وضيف الكريم يسأل طب ليه رئيس هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، طب ننصح إزاي؟ يعني إيه الطريقة للنصح؟ عن طريق إيه؟ يعني حاول تحددها لنا يمكن تساعدنا. قال لك الطريق الوحيد هو ده، وإذا لم تتمكن من الوصول إليه فأوصلها إلى العلماء الناصحين الذين بيدهم وقدرتهم أن يوصلوها إلى ولي الأمر، وإذا لم تتمكن من الوصول إليه فأوصلها إلى العلماء الناصحين الذين بيدهم وقدرتهم أن يوصلوها إلى ولي الأمر. يعني إذا ما كان السيد حمزة بيسأل إنه يوصل، هو حاول أكنه سمعك وحب يقول لك ظلمته كتير، قال لك يبقى عن طريق العلماء الناصحين اللي زيه، يعني تقدر توصل يعني تبلغه. ليس العلماء الذين في السجون، لا طبعا العلماء في السجون دول مارقين أصلا يعني ما ينفعش، فالعلماء الناصحين يقدر عن خلاله. أكيد أكيد دلوقتي هنسأل نقول طب لو ما فيش أئمة فضلتك يعني إذا كانوا أو كنت مشغولين، يعني افتضلت حضرتك والثلاثة الأربعة الباقيين كنتوا برة يعني وراكم حاجة وفي نصيحة ملحة، نعمل إيه؟ ما استطعت إلى هذا ولا هذا فلا يلزمك غير ذلك، ولا تقل أنه لما انسد هذا الطريق إن ظننت أنه قد انسد أن ذلك يفتح لك الطريق بأن تعلن الفضح وإبداء المعايب والمثالب. يقول عبد الله بن عكيم الصحابي رضي الله عنه والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أبدا. قيل له أعنت على دم عثمان؟ قال إني أعد ذكر معايبه ومثالبه من الإعانة على سفك دمه. لا يمكن أن تحدث الفوضى إلا وتقد تقدمها ذكر المعايب والمثالب وتأليب العامة وإغار صدورهم على ولاة أمرهم حتى تحدث الفتنة، فأولها كلام. ولذلك فإن الواجب أن يقف المسلم عند حدود الله وحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيد حمزة لو ما قابلتش الحاكم مباشرة أو كان في وسيلة تواصل أنبوبة عن طريق فضيلة معينة من الفضائل الشيوخ إنه هو ينقل للحاكم، اسكت خالص. سؤال سيدي الكريم هنا، يعني هذه الفتوى فقط تنطبق على المملكة العربية السعودية، ولكن هو وأمثال هذا بين قوسين لا أعرف ماذا أسميه، يعني هذا الشخص يعني يعكس هذه الفتوى تماما في الدول الأخرى. يعني في الدول الأخرى يحق للشعوب أن تخرج على حكامها بغض النظر عن الموقف السياسي من أي حاكم أو أي نظام، ولكن في الدول الأخرى نحن ندعم هذا الشعب عندما يخرج على الحاكم، ولكن عنده عندما يتكلم أحد من أفراد هذا الشعب كلمة ولو بسيطة يصبح يعني أخرجه من الملة. صحيح. ما هذه الإزدواجية في المعايير؟ لماذا تدعمون الخروج على الحاكم في العديد من الدول؟ لا أريد أن أدخل بتسميات، دول كثيرة في منطقة الشرق الأوسط ومنها على سبيل المثال تركيا. لماذا اليوم التشهير الدائم عبر وسائل الإعلام التابعة لهذه الفضيلة بين قوسين تشهر بالحاكم في تركيا؟ الحاكم في تركيا أتى بانتخابات،
لماذا حلال في تركيا وحرام في عندكم يعني؟ هو حرام في ثلاث حتت أو أربعة، في مصر والإمارات والسعودية والبحرين، حرام إنك تعمل ده، إنما مفتوحة الباقيين. السؤال بقى اللي أعتقد اللي عشان نختم مع فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا محمد بن سلمان من أكتر الناس اللي ضربهم ضربات خلفية مزدوجة هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالراجل ده واخد كمية سجحات تخليه ياخد مش 21 يوم 210 يوم من النيابة مستريح. طيب لو في حادثة زي القتل وكده، زي موضوع الشهيد بإذن ربه وجمال خاشقجي، نعمل إيه؟ يقول بعض الناس يأتي بربما بقصة أو حادثة حصل فيها الإعلان في النصح لولي الأمر، فنقول إن هذه الحوادث التي تذكرون لا تخرج من أحد أمرين، إما أن هذه النصيحة كانت بوجود الإمام فهو ينصحه لأنه مباشر له، هذا إذا كنت بينك وبين الإمام فلا إشكال في ذلك، أو أنها اجتهاد لغير معصوم، فإن العصمة إنما كانت لأنبياء الله ورسله هم المبلغون عن الله وحده، وما عداهم فإنه يحصل منه الاجتهاد يخطئ فيه ويصيب. جزاك الله كل خير فضلتك. لا تعليق. يعني لا بصراحة احيانا من كتر يعني لما الجمك صح الجمنا جميعا يعني بصراحه ما فيش اي حاجه. اردوغان اكد